أعزائي مشاهدي وادي الخير، نحييكم من الوادي الجديد في حلقة جديدة من وادي الخير. أعزائي مشاهدي وادي الخير، نحييكم من الوادي الجديد وبالتحديد من داخل مكتب صحة الخرجة. معنا الدكتور محمد محروس، مدير مكتب صحة الخرجة ومدير الإدارة الصحية بالخرجة بالوادي الجديد. دكتور محمد محروس، برحب بحضرتك وبقول لحضرتك كل عام وحضرتك بخير. اهلا وسهلا استاذ محمد، شرفتنا ونورتنا النهارده. كل سنه وحضرتك طيب وكل الشعب المصري بخير وسلام. دكتور محمد محروس، طبعا يمكن حضرتك موجود في يعني مكتب صحه الخرجه وهو موجود في الخرجه القديمه اللي بيقدم خدمات لاهالينا في مدينه الخرجه والقرى القريبه والاحياء الموجوده داخل المدينه. كلمني عن مكتب صحه الخرجه في الوادي الجديد والفلسفه من اقامه مكاتب الصحه في محافظات مصر ومنها الوادي الجديد. هو مكتب صحة الخرجة في الوادي الجديد خصوصا من أعرق وأقدم الأماكن اللي موجودة هنا في الوادي الجديد، تمام، من الأماكن اللي هي زي ما بيقول علامة متميزة في الصحة في قطاع الخرجة في الوادي الجديد. مكتب الصحة بيقدم خدمات مختلفة ومتنوعة في الفترة الأخيرة بتهم المواطن المصري الأول، تمام، وبتهم المواطن في الخرجة خاصة. بعض الخدمات اللي مش موجودة في أي مكان تاني زي خدمة تسجيل المواليد والوفيات، زي خدمة مكتب الصحة المختار اللي هو موجود على مدار 24 ساعة، خدمة التطعيمات الروتينية اللي موجودة، مكتب تطعيم لقاح الكورونا بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للمسافرين، لأن ما بيتمش استخراج شهادة الكيو آر غير عن طريق المكتب ده، فهو المكتب الوحيد اللي موجود عندنا في إدارة الخارجة. فدي أبرز الخدمات اللي هي بيقدمها مكتب صحة الخارجة في الوادي الجديد، واللي هي مش هتلاقيها في مكان تاني غير مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، يعني هي دي المنوط بها ان هي تقدم الخدمات ديت، مش اي مكان تاني. دكتور محمد محروس، مدير مكتب صحة الخارجة، طبعا هناك بعض المرافق والخدمات الصحية اللي بتقدمها وبيقدمها مكتب صحة الخارجة زي عيادات داخلية، زي قسم داخلي، زي كشف على بعض الأمراض السارية والخدمات الأخرى اللي بتقدمها هو العيادات الموجودة داخل مكتب الصحة. هل ترى موجودة كل هذه العيادات اللي بتقدم خدمة للمواطن في الخارجة ولا بتستعينوا بالمستشفيات القريبة منكم؟ يعني احنا من ابرز الخدمات اللي احنا بنقدمها في مكتب صحة الخارجة هنتكلم عليها بشكل عام. عندنا اول حاجة زي ما احنا قلنا خدمة تسجيل المواليد والوفيات، ده من اهم الخدمات اللي بتقدم عندنا هنا في مكتب الصحة. عندنا خدمة التطعيمات الروتينية بالنسبة للاطفال من عمر يوم حتى سنة ونص. عندنا خدمة لقاح كورونا، مكتب لقاح كورونا بالنسبة للمواطنين والمسافرين. عندنا خدمات تنظيم الاسرة بالنسبة للمرأة المصرية والست المصرية. كمان عندنا متابعة الحوامل بالنسبة لامهاتنا عشان نطمئن على صحة الام والجنين. عندنا طبعا بعض العيادات اللي هي بتبقى موجودة عندنا هنا، عندنا عيادة طب الأسرة اللي هي بيبقى فيها ممارس عام بيكشف كشف بطنة وأطفال، وعندنا عيادات أسنان شغالة على مدار اليوم. برضو عندنا مكتب الأغذية الرئيسي اللي مسؤول عن استخراج الشهادات الصحية والمسؤول عن المرور والتفتيش الدوري على المنشآت والأماكن اللي بتقدم مأكولات أو مشروبات عشان نطمن إن الأمور عندهم سلامة الغذاء وسلامة المواطن، ده من أهم الحاجات اللي احنا بنهتم بيها عندنا هنا في مكتب الصحة. فدي أبرز الخدمات اللي موجودة عندنا في مكتب صحة الخارجة.
محمد محروس مدير مكتب صحة الخارجة. طبعا حضرتك أشرت إلى أن هناك خدمات بتقدم للمواطن في قطاع الخارجة، كلمنا عن هذه الخدمات، يا ترى بتبقى مجانية ولا بتبقى الخدمات دي برسوم بتضعها وزارة الصحة وبتغير فيها من حين لآخر؟ احنا عندنا معظم الخدمات اللي بتقدم في مكتب الصحة تعتبر خدمات مجانية تماما، يعني عندنا مثلا شهادة استخراج شهادة الميلاد او استخراج شهادة الوفاة، ديت حاجات مجانية تمام. بالنسبة للعيادات اللي موجودة عندنا هي التذكرة اللي بيطاحها المواطن اللي هي بتمنها 2 جنيه تمام، بيتم الكشف على المواطن وبيتم صرف العلاج كل ده على التذكرة، او لو في بعض التحاليل بيتم برضو كتابتها على التذكرة، كل ده بمقابل الزهيد اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ثمن التذكره العاديه جدا. الخدمات المجانيه بالنسبه للتطعيمات او خدمه متابعه الام والجنين، دي الخدمات ديت مجانيه تماما. استخراج الشهادات الصحيه برضو بيتم تحصيل رسوم عليها في قرابه ال 100 جنيه تقريبا لعمل بعض الفحوصات اللي هي اللازمه عشان نطمن على صحه اول حاجه اللي هو مقدم الخدمه، عشان مقدم الخدمه ده بالنسبه لنا اهم حاجه، لانه لو في مرض ما مصاب هيتم نقله عن طريق ايه؟ عن طريقه، لان هو مقدم بيعتبر بالنسبه لنا مقدم للاكل والشرب للمواطنين، فلازم يتم الاطمئنان عليه. فدي برضو يعتبر ثمن زهيد جدا بالنسبه للتحاليل اللي هي بتتعمل للمواطن لاستخراج او لاستكمال الشهاده الصحيه بتاعته. حضرتك أشرت إلى أن هناك لجان بتمر على المطاعم والمخابز وحملات تفتيش على هذه المرافق اللي بتقدم خدمة للمواطنين بشكل عام، كلمني عن يعني هذه الحملات اللي بيتم تدشينها من حين لآخر، وهل ترى في جهات أخرى بتشارك معاكم في مثل هذه الحملات زي التموين زي البيطري زي غيره؟ بص يا استاذ محمد، احنا عندنا في حاجات في كده في وزاره الصحه زي ما بيقولوا بالنسبه لنا ديت خط احمر، يعني بيهتم بيها القيادات نفسها، قيادات الدوله نفسها، وزاره الصحه، سياده اللواء المحافظ، وكيل وزاره، من ضمنها الحملات اللي هي على المنشات الغذائيه عموما، لان دي بتمثل امن قومي، احنا بنعتبرها بتمثل امن قومي، لان يعني لازم صحه المواطن ده في بالنسبه لنا في الاول دي الاساس بالنسبه لنا. فطبعا احنا عندنا في مكتب الصحه هنا عندنا مكتب الأغذية، مكتب الأغذية الرئيسي تمام، اللي هو بيتم عنده بينقسم لشقين، اللي هو استخراج الشهادة الصحية زي ما احنا قلنا، اللي انت بتطمن على مقدم الخدمة من خلالها ان هو في كامل صحته، ما فيش اي امراض ممكن ينقلها للمواطن عن طريق تقديم الخدمة الايه الخدمة بتاعت الغذائية او عن طريق الاكل والشرب اللي هو بيقدمه. ده اول حاجة. الجزء الثاني بالنسبة لنا اللي هي حملات اللي هي للتفتيش، يا اما بتتم عن طريق الفريق اللي موجود عندي حملات خاصة بوزارة الصحة، او بالتعاون مع بعض الجهات الاخرى زي مثلا وزاره التموين او وزاره الطب البيطري تمام. الحملات ديت على مدار الاسبوع تمام، يوميا صبح وبالليل، للاطمئنان ان الاسواق عامه او الفنادق او اي حد بيقدم اي منتج غذائي تمام يقدر يمس صحه المواطن، ان احنا بنبقى مطمنين ان ما فيش اي مشكله عندنا في الايه في الشارع الواحات عموما. ده بيبقى في الخارجه والقرى كمان،
طبعا في الخارجه والقرى على بتبقى الحمله بيبقى في خطه معموله، لان احنا عندنا كمان مراقبين صحيين في كل وحده برضه منوط بيهم، انه في بعض الاحيان ان هو اللي بالصح ياخد عينات من المحلات اللي موجوده في القرى والاماكن اللي موجوده في القرى، لان الاماكن دي انت عارف حضرتك ان هي يعني بعيده شويه ووسائل المواصلات عندنا صعبه. فاحنا لا الحاجات دي بتتم بشكل تقريبا شبه شهري، بناخد العينات ديت شهريا تمام، وبنبعتها للمعامل بتاعتنا ان هي بتتحلل هناك، وبنتاكد من ايه تاريخ الصلاحيه، وبنتاكد من مدى قابليتها ان هي تنزل الاسواق وتبقى موجوده في الاسواق ولا لا. دكتور محمد محروس مدير مكتب صحه الخارجيه، طبعا حضرتك المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه عامله حاله جميله في ربوع مصر مختلفه، وايضا حمله 100 يوم صحه اللي طبعا استمرت بفضل توجيهات وزاره الصحه بتقدم خدمات للمواطنين للكشف على بعض الامراض الساريه. كلمني عن يعني حمله 100 مليون صحه بيتم تنفيذها ازاي داخل مكتب الصحه، وهل يا ترى بيبقى العمل مستمر طوال اليوم ولا بتبقى فيه مواعيد عمل مختلفه من خلال مكتب الصحه او مبادرات 100 يوم صحه و100 مليون صحه؟ طبعا زي ما انت قلت يا استاذ محمد عندنا مبادره 100 يوم صحه، انا شخصيا بعتبرها من اهم المبادرات اللي اتعملت في الفترات الاخيره تمام. مبادره جميله جدا تمام، احنا اشتغلنا فيها دلوقتي كانت 100 يوم وتمدد كمان 100 يوم كمان. كل التحاليل اللي بتتعمل للمواطن مجانيه تماما، انت عارف حضرتك ان احنا الفترات الاخيره في ظل الازمه الاقتصاديه التحاليل دي لو اي مواطن راح عملها في اي معمل بره هتتكلف مبالغ كبيره، فوزاره الصحه بتقدمها له بمجاني، ومن خلالها بيقدر يطمن على نفسه، مش شرط ان هو يبقى عنده مثلا امراض ان هو يجي يطمن، لا ده حتى الناس العاديه ممكن تيجي تطمن، لان احنا اكتشفنا ناس كتير ما بتعانيش من اي حاجه، ولما جت عملت تحاليل وعملت الفحوصات اللي احنا موجود عندنا اكتشفت ان ايه بدايات المرض، ودايما انت لما بتكتشف بدايه المرض العلاج بيبقى بالنسبه لك احسن واسرع واوفر كمان تمام. فاحنا طبعا عندنا المبادره الرئاسيه 100 يوم صحه بتتنفذ عندنا بالفعل هنا في مكتب صحه الخارجه، لان زي ما قلت لك حضرتك ده من الاماكن اللي هي المهمه جدا واللي بيخدم قطاع كبير او منطقه كبيره هنا في الخارجه. فالمبادره بكل اشكالها وبكل انواعها موجوده على مدار اليوم كاملا من الساعه 8 صباحا ل 8 مساء يوميا بما فيهم ايام الجمعه والعطلات تمام. المواطن بيقدر يجي يشرفنا في اي وقت ويطمن على نفسه، بيتم فحصه كويس جدا. عندنا مبادره الاعتلال الكلوي، عندنا مبادره صحه المراه، عندنا مبادره كبار السن، عندنا بعض قياس الطول والوزن والسمنه، كل الحاجات ديت بنطمن على المواطن من خلال الفحوصات اللازمه اللي هي بتتعمل له في المبادره اللي هي 100 يوم صحه. لكن مواعيد العمل في داخل مكتب صحه الخارجيه، هل ترى بيستمر العمل ساعات متاخره من اليوم ولا بيبقى مواعيدكم من الساعه 8 للساعه 2 زي اي مصلحه حكوميه؟ احنا مواعيد العمل عندنا هنا في مكتب الصحة بعض الخدمات عندنا بصفة بتقدم بصفة يومية، او جميع الخدمات بتقدم بصفة يومية من الساعة 8 صباحا للساعة 2 ظهرا. من الساعة 2 ظهرا بتتقدم الخدمات اللي هي خدمات الاستقبال والطوارئ بجانب اللي هي خدمات المبادرة الرئاسية اللي هي 100 يوم صحة من الساعة 2 ظهرا لحد 8 مساء. من 8 مساء بقى على مدار اليوم بقى كله من 8 صباحا ل 8 صباحا اليوم اللي بعده، ده حاجة اسمها مكتب الصحة المختار، ان احنا بنستقبل اي حالة او اي ابلاغ عن حالة وفاة على مدار اليوم كله، فده بيبقى برضو من ضمن الخدمات اللي موجودة على مدار ال 24 ساعة في مكتب صحة الخارجية. مسألة تسجيل المواليد وأيضا استخراج تصاريح الوفاة بتتطلب طبعا إجراءات،
من مكتب الصحه، واجراءات ايضا للمواطن اللي حابب يجي يا اما يستخرج شهاده ميلاد او يعني يعلن عن او يبلغ عن حالات وفاه. كلمني عن هذه الاجراءات، يا ترى بتبقى ميسره ولا بتبقى فيها شويه اجراءات روتينيه واوراق وغيره؟ لا، احنا في حال تسجيل المواليد والوفاه دي يعني الموضوع سهل جدا بالنسبه للمواطن، لان في الحالات ديت احنا بنعتبر ان هو لا، المواطن مش مستاهل ان انت تعقد الامور بالنسبه له، تمام؟ فبالنسبه لحالات المواليد احنا بيتم تسجيل المواليد هنا، المولود بيتم تسجيله في خلال 14 يوم من تاريخ ميلاده، تمام؟ بس اهم حاجه ان هو يبقى متسجل او مولود في نطاق مدينه الخارجه، لان ده يعتبر قانون مصري موجود في الدستور المصري ان محل الميلاد هو محل التسجيل بالنسبه له، تمام؟ فانا بالنسبه لي او اهم حاجه اللي هو بيبقى جاي لي اللي هو الاوراق بتبقى موجوده معاه، اللي هو اختار ولاده، تمام، معتمد من مستشفى، ماضي عليه طبيب وماضي عليه ممرض ومختوم بختم المستشفى، تمام. تاني حاجه صورتين من البطاقه الشخصيه بالنسبه للاب والام، صورتين من قسيمه الجواز، تمام، والاب او الام هم اللي بييجوا يسجلوا عندي الايه المولود ده. بالنسبه لاستخراج شهاده الميلاد وبياخدها في الغالب بتبقى ممكنه في نفس اللحظه اللي بيتم فيها الايه التسجيل. بالنسبة لاستخراج بقى شهادة الوفاة، طبعا المواطن أول ما بتحصل حالة وفاة عنده، تمام، لازم يجي يبلغنا عن حالة الوفاة دي في خلال 24 ساعة. ليه؟ لأن خط ساخن أو اتصال أو تليفون مثلا عشان يقدر يبلغ؟ لا، لازم يجي عندنا المكان هنا يبلغ بنفسه، تمام، أو أي حد من أقاربه أو الأهل أو الأصحاب أو الجيران بيجي بيقول لنا إن في حالة وفاة. ليه؟ لأن لازم أول حاجة يتم توقيع الكشف الطبي عليه من خلال الطبيب أو مفتش الصحة، يتأكد إن حالة الوفاة دي حالة طبيعية وان فعلا في متوفي موجود بالظبط كده. فبعد ما بيتاكد الطبيب فبيتم استخراج التصريح الخاص بالدفن، دفن الجثه، تمام، ده برضو اصبح مميكن. وبعدين بيتم ادخال البيانات بالنسبه له، بيجي يستلم الشهاده في اي وقت بقى في خلال الايام الايه اللي بعد اللي تصبح حاله الايه الوفاه. دكتور محمد محروس مدير مكتب صحه الخارجيه، انت حضرتك اشرت الى ان استخراج الشهادات الصحيه للعاملين في المرافق الغذائيه وفي المصانع وفي غيره، كلمني برضو عن اجراءاتها، ازاي يقدر يحصل المواطن او بيتم متابعته داخل الاماكن اللي بيتعامل فيها مع الاكل والشرب مع المواطن. طبعا هو بالنسبه لاستخراج الشهادات الصحيه دي زي ما قلت لحضرتك من الحاجات المهمه جدا جدا عندنا في المكتب، تمام، واللي احنا حتى مش احنا لما نيجي نمر، لا، الجهات الخارجيه اول حاجه بتدخلها لما داخله مكان بيقدم مواد غذائيه او بيقدم اكل وشرب بالنسبه للمواطن بتسال عن الشهاده الصحيه، لان الشهاده الصحيه دي مش مجرد ورقه انت بتاخدها من عندنا، لا، دي ورقه انت بتاخدها ان انت خلوك من الامراض اللي ممكن تتنقل للمواطن عن طريق الاكل والشرب، تمام، فدي مهمه جدا. فطبعا اللي هيجي يعمل التحليل لازم يبقى الشخص نفسه اللي مقدم الخدمه بالنسبه للمواطن، تمام. لما بيجي هنا بيتم اخذ عينات منه، عينات معينه سواء من الاستول او اليورين بول او براز، تمام، وبتتعمل بتفحص عندنا في المعمل، وفي بعض العينات اللي هي بتروح تتفحص في المستشفى الخارجي التخصصي، وبعدين بنحول المواطن لمستشفى الصدر برضو بيعمل بعض التحاليل وبعض الاشعه في مستشفى الصدر. ولما التحاليل دي كلها تجينا بشكل طبيعي والمواطن ما فيهوش اي مشكله ومش مصاب باي امراض، بيتم استخراج الشهاده الصحيه بتاعته. والشهاده الصحيه دي بتبقى ساريه لمده عام كامل، لان في خلال العام او بعد العام ممكن تحصل اي حاجه للمواطن، وارد ان هو اللي بيقدم الخدمه الطبيه وارد ان هو يصاب، تمام، فلازم ان احنا الحاجات دي تبقى صفه دوميه. فانا طبعا لو مريت على مقدم الخدمه ولقيت معاه شهاده منتهيه الصلاحيه او ميعاد تجديدها جه وهو ما جاش مخالف، فبيتم طبعا تحرير محضر ليه. دكتور محمد محروس مدير مكتب صحه الخارجيه، طبعا من ابرز الخدمات خدمات التطعيمات للاطفال حديث الولاده، وبيتم طبعا بشكل دوري للاطفال، فكلمني عن برامج التطعيمات، وهل يا ترى بتبقى يعني الامصال موجوده في اماكن امنه واماكن يعني مؤمنه داخل مكتب الصحه، ولا بتحصلوا ازاي على التطعيمات وازاي يحصل المواطن على هذا الطعم يعني؟ طبعا هي خدمة التطعيمات ديت او مكانة التطعيمات الفترة الأخيرة طبعا أصبحت منظومة متكاملة، دي من أنجح المنظومات اللي اتعملت في وزارة الصحة، تمام؟ فخدمة احنا بنهتم بيها في الطفل زي ما قلت لحضرتك من عمر يوم لحد اكتماله سن السنة ونص، تمام؟ طبعا احنا عندنا في مكتب الصحة هنا من أشهر الأماكن اللي هي بتقدم خدمة التطعيمات الروتينية بالنسبة للطفل. فالطفل أول ما بيجي احنا عندنا الحمد لله درجة الوعي بالنسبة للمواطن عالية جدا جدا، تمام؟ عكس باقي الأماكن، فهو بيبقى مهتم بالحاجات دي وبيبقى مهتم بصحة طفله، تمام، بشكل كبير. فبيجي أول ما هو بيجي احنا بنحدد له هنا بيبقى معاه بطاقة صحية بتتكتب فيها بالنسبة بيتابع الطفل بالنسبة الوزن والطول والتطعيم اللي هو خده، والتطعيم الجاي
هيبقى امتى بالنسبه له، وبناكد على الاب والام وبيتاخد ارقام التليفونات بالنسبه للاب والام، بحيث ان لو الطفل اتاخر معاك او الام نسي احنا بنتواصل معاه تليفونيا، او ممكن على حسب العنوان كمان نبعت له فريق نذكره انه ممكن ياخد الخدمه في مكان تاني. مع المنظومه الجديده اصبح ان انت حتى لو انت خدت الخدمه في مكان تاني في بعض الاحيان ممكن تسجل عندنا تظهر عندنا على الكمبيوتر ان انت بالفعل اتطعمت في مكان تاني. في بعض الاحيان ممكن الام تطعم عشان بس ما يحصلش تضارب، او ان هو يجي يطعم مرتين، تمام. فدي من الخدمات المهمه جدا، وطبعا حفظ الطعوم ده من الحاجات اللي احنا بنهتم بيها، لان دول اولادنا في الاول في الاخر، تمام. بعض الشائعات اللي هي تطلع ملهاش اي اساس من الصحه، لا احنا عندنا هنا الثلاجات بتاعتنا درجه الحراره بتسجل تقريبا 3 أو 4 مرات في اليوم على مدار الساعه. الفريق اللي موجود بيهتم من صيانه الثلاجه على طول باستمرار. الثلاجات اللي احنا كمان مستلمينها الفتره الاخيره لسه ثلاجات كلها جديده، تمام، ومولدات كهربيه موجوده معانا. فالحاجات دي طبعا ما فيش منها خوف جدا، لان زي ما قلت لك دي صحه اطفالنا اللي احنا دي في الاول في الاخر دول هم نواه المستقبل بالنسبه لنا. دكتور محمد محروس مدير مكتب صحه الخارجه، ايه اللي حابب تقوله النهارده للمواطن اللي بيتردد عليكم وبياخد خدماتكم؟ هل يا ترى بيبقى في استبيان لاستطلاع اراء الناس في الخدمات المقدمه من خلال مكتب الصحه، ولا بتعرفوا ازاي يعني رضا الناس عن خدماتكم ايه؟ هو طبعا من ناحيه المواطن المصري احنا هنا الخدمات اللي احنا بنناشد بيها دايما المواطن ان هو درجه الوعي، ان احنا دايما بالايه يعني بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نرفع درجه الوعي عند المواطن. يعني انت بنقول له ان احنا حتى لو انت ما فيش حاجه تعالى اطمن، خصوصا لما يبقى فيه مبادرات زي كده، تمام، المبادرات الاساسيه، تعالى اعمل التحاليل اللازمه واعمل الفحوصات اللازمه، انت مش هتخسر حاجه، انت هتطمن وانا كمان هطمن. زي ما قلت لك ده هتبقى عندي بالنسبه للمواطن رقم واحد، ان انا عندي مواطن متكامل صحيا وبدنيا، ان هو ممكن فيما بعد ان هو بالنسبه للانتاج حتى، ان انت عندك اهم حاجه في اقتصاد اي دوله الصحه والتعليم، فدي من الحاجات المهمه بالنسبه للدوله اللي هي بتهتم بيها. ثاني حاجه انت كمان هتوفر عليا فيما بعد مصاريف كتير لو انا اكتشفت العلاج ده بدري، او ان انا اكتشفت المرض ده بدري، ان انا بتوفر في مصاريف العلاج بالنسبه اللي انت ايه بيتلقاها المواطن. فبرضه ده بند من البنود اللي احنا بنهتم بيها في وزاره الصحه. بالنسبه للاستبيان او مدى رضا المواطنين، احنا طبعا عندنا هنا في مكتب الصحه زي ما قلت لحضرتك بعض الخدمات اللي انت لما بتيجي تاخدها بيطلب من حضرتك ايه بيانات كاميه، تليفون، رقم تليفون، العنوان بتاعك. بيبقى في فريق دايما بينزل من سواء المديريه عندنا او فريق وزاري بيجي بياخد عينه عشوائيه بالظبط، بيتصل بيه تليفونيا او بيتواصل معاه تليفونيا، بيعرفه بنفسه وبيسألوا انت رحت الخدمه خدت خدمه عندنا في مكتب الصحه ولا لا، وبيشوف رد فعل المواطن ايه. والحمد لله الحمد لله الناس هنا على قد ما بنقدر يعني بنحاول زي ما قلت لك ده مكان خدمي. دايما اقول للصف اللي معايا ان احنا على قد ما نقدر رضا المواطن ده من اهم الحاجات اللي احنا بنهتم بيها هنا، طبعا بجانب تقديم خدمه صحيه متكامله وشامله، دي اهم حاجه بالنسبه لنا. دكتور محمد محروس مدير مكتب صحة الخارجة بالوادي الجديد، ايه اللي حابب تقوله النهارده للمواطن اللي بيشوفنا عشان يقدر من الحين للاخر يطمن على صحته، يستفيد من خدمات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة او 100 مليون صحة، تقول له ايه النهارده تنصحه بيه؟ طبعا احنا المواطن زي ما قلت لحضرتك اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا وعي المواطن، ان احنا المواطن يبقى عارف كويس ان احنا الخدمة اللي احنا بنقدمها له ديت في الاول في الاخر للمصلحة، لمصلحته هو، مصلحته هو من ناحية ان هو بيطمن على صحته، ان التحاليل اللي هو بتتعمل ليه دي تحاليل مجانية. يا ريت ما تسمحش لأي حد موجود معاك أو من حواليك غير من الناس اللي هي بتتكلم رسميا من خلال الصفحات بتاعتنا، من خلال وزارة الصحة، من خلال مديرية الشؤون الصحية في الوادي الجديد، تمام. احنا في الأول في الآخر احنا خايفين على المواطن، على صحة المواطن بالظبط. فأنت الخدمة اللي أنت بتيجي بتاخدها عندنا هنا احنا زي ما قلت لك خدمة مجانية، الهدف منها إن احنا الاطمئنان على صحة المواطن المصري وتقديم خدمة صحية ممتازة بالنسبة له، تمام. زي ما احنا بنقول دايما الوقاية خير من العلاج، تمام. فأنت دايما لما صحة المواطن عندك تبقى كويسة شيء طبيعي إن أنت اقتصادك هيبقى ايه كويس وممتاز وقوي.
أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء في حلقة الأسبوع القادم من وادي الخير. من الوادي الجديد لكم تحيات، خالد عز الدين، محمد حسين، والإخراج للزميل حاتم الشريف.